مرحبا، قبل ما نبدا المقطع لا تنسوا تشتركوا بالقناة. باقي لنا بس 1000 مشترك ونوصل 450000 مشترك، فالكل يشترك بالقناة ويبارك لنا على 450000 مشترك. ويلا نبدا المقطع. الخبر هو اللي عدنا عن سارة يوتيوب وفضيحتها لمحمد جواني بفيديوهات زائد 18 قاعد يرقص ويبوس بيها بنات. صراحة انا شايف كل الصدمة. طبعا سربت هذه الفيديوهات من فيديو كليب مالته الجديد، فمحمد جواني نزل على قناته باليوتيوب هذا البرومو مال فيديو كليب مالته الجديد، وتربت من عنده شوية فيديوهات زائد 18 بالمقطع اللي نزلته سارة. السر راح احط لكم اياه بالوصف، اتمنى الكل يروح يشوف المقطع. صراحة مقطع نوعا ما صدمة، روحوا شوفوا يا حبايب بعدين اكتبوا لنا بالكومنتات شركم اللي شفتوه. بتروح على قمر مريا حبايب وانضمها في التيم الخياله. قمر نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كان بواحد من اعضاء تيم الخياله، واحد يساله شو رايك بقمر مار ونصير من تيم الخياله. رد عليه حبايب انه الصراحه هذا الشيء فرحنا هوايه، احنا نحب الناس المجتهدين واللي بذلون جهد وطاقه ايجابيه ويزرعون الابتسامه عليكم. وقمر تحسوها راقيه وعفويه وخجوله، واحنا ظهر لها مهما كانت الظروف. فترد عليهم قمر مار انه طبعا هي لها شرف بانضمامها لتيم الخياله وتشرف بهم كاخوه واصدقاء مهما كانت الظروف. وطبعا تسربت يا حبايب انه قمر مار يا بانضمت تيم الخياله مزرعه وشارع عمود يقدرون يصورون بي. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركم بانضمام قمر الى تيم الخيال، هل هذا الشيء زين او لا. بعد روح حباب على يارمر وتسريب المقابله مالته الناريه والاسئله الخرافيه اللي راح يسولوها بالمقابله. فسر فيديو صغير ليارمر بهذه المقابله وكانوا قاعده تقول كلام قوي، راح احط لكم جزء من التسريب وشوفوها. عارف لقرار مصيرك، يعني هذه من واضح يا حبايب انه يارمر راح تفضح نورمار بهذه المقابله. وعلى سيره نورمار يا حبايب، في نورمار نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات واخيرا راح يرجع بها اليوتيوب، فعلم من خلالها انه هو حاليا انحرق، راح ينزل مقطع باليوتيوب وراح يكون مقطع خرافي. وبنفس الوقت يا حبايب نورمار صار يهدد ويفضح به قمر مار ويارمار. في نورمار طلع على احد البثات على سبب التيك توك، وهذا البث يا حبايب هو المتابع كان يسالوه شنو قصه قمر وشنو قصه يارا، فهو صار يرد عليهم انه كل شيء بوقته حلو، يكشف حقيقه هاي وهاي، يعني قصده قمر ويارا. قربنا نصير 10000. طبعا يا جماعه بتسالوني هون تعليقات على ايش قصتي وايش كله، راح يجي وقته وراح تفهموا كل شيء، بس اصبروا كل شيء راح يجي وقته وراح تفهموا كل شيء. فلا حدا يسالني انا ما راح اجاوب ولا راح اعبر تعليقه عشان ما يتعذب، بس كله راح يجي وقته وراح تعرفوا ليش. كفو يا علا. وطبعا لا تنسوا يا حبايب انه سارتيوب نزلت مقطع على قناتها باليوتيوب، وهذا المقطع قلت لكم فضحت بيه محمد وانا احط لكم الوصف من كله روح شوفه. وبس والله يا حبايب لهم صارت مقطع ما خرجكم، لا تحطوا لايك شاركوا بقناتي لانكم فايت زي مقاطع من القصص، ومع السلامه.